في فقرة فوكس الأسبوع هذا جبت لكم واحد من أفضل الأفلام عندي السنة هذه، فيلم الجوكر، واللي كان من إخراج توب فيليبس ومن تمثيل الممثل الرائع خواكين فينيكس. طبعاً الجوكر كان ديما يطلع في أدوار ثانوية من 1940، بس الدور اللي كان معروف له كان في The Dark Knight، أول دور رئيسي للجوكر، وكان من أحسن الأفلام اللي نعرضنا السنة هذه واللي المتوقع أنه هو يتحصل على أوسكار. خلينا نتعرفوا أكثر على الجوكر. ومجموعة كبيرة من نجوم العالميين. تم عرض الجوكر للمرة الأولى في مهرجان فينيس السينمائي في النسخة 76 في 31 أغسطس عام 2019، وفاز بجائزة الأسد الذهبي وهي أعلى جائزة في المهرجان. وتلقى الفيلم تعليقات إيجابية من النقاد مع توجيه الثناء بشكل خاص لأداء فينيكس. صمم فيليبس فكرة الفيلم في عام 2016 وكتب السيناريو مع سيلفر على امتداد عام 2017. استلهم الاثنين من دراسات شخصية الجوكر. أدى دور الجوكر الممثل جاريد ليتو في فيلم سوسايد سكواد، لكن الدور كان مخيب للأمال هالمرة وظهر في مساحة صغيرة. Light On الأسبوع هذا حتكون على جينيفر لورنس. جينيفر لورنس تعتبر من أضخم الممثلات في العصر الحالي. طبعاً بدايتها كانت بأفلام بسيطة، وتوا تعتبر من أكثر الممثلات المطلوبة والأعلى أجر. خلينا نتعرفوا على بداياتها وكيف وصلت للشهرة هذه. جينيفر لورنس ممثلة أمريكية، انولدت في 15 أغسطس سنة 90. حققت أفلامها أكثر من 5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت الممثلة الأعلى أجراً في العالم في عامي 2015 و2016. ظهرت في قائمة تايم 100 للأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم في عام 2013، وفي قائمة مجلة فوربس لأقوى المشاهير في سنتي 2014 و2016. تحصلت سنة 2013 على جائزة الأوسكار لفئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم سيلفر لايننج بلاي بوك. You guys are gonna take it away. So 190 and then to 123. It's worth more than that. Jennifer, congratulations. What do you think? كانت انطلاقتها بلعب دور المراهقة تعاني من الفقر في فيلم الدراما وينترز بون سنة 2010. وحققت لورنس شهرة أوسع بلعبها دور المتحولة ميستيك في إكس مان في 2011. استمرت شهرة لورنس في النمو مع دور البطولة بشخصية كاتنس إيفردين في سلسلة أفلام The Hunger Games ما بين سنتي 2012 و2015، يلي جعلها أعلى بطلات أفلام الحركة تحقيقاً للأرباح في التاريخ. واصلت لورنس ونجحت في كسب العديد من الجوائز، خصوصاً بالتعاون مع المخرج ديفيد أوراسل، وأربحها أدائها لشخصية الأرملة المكتئبة في فيلم الرومانسية سيلفر لاينينغز بلاي بوك سنة 2012. وفازت أيضاً بجائزة جولدن جلوب عن أدوارها في كلا الفيلمين السابقين. وكذلك الفقرة اللي كلكم تستنوا فيها واللي هي وعد موبيز، جبت لكم قائمة أفلام باش تكسدوا عليها الأسبوع هذا، خلي نشوفوها مع بعضنا. نشوفوا في وعد موفيز هالأسبوع
يوم السبت عندكم موعد مع الجزء الأول من سلسلة Lord of the Rings The Fellowship of the Ring. To cover all the lands of a second darkness. He's seeking it. Seeking it all. His thought is bent on it. No one knows it's here, do they? Do they, Gandalf? Sauron's forces have begun their attack. يوم الأحد تشوفوا الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا Lord of the Rings, The Two Towers. Is at hand. There is an army bred for a single purpose. To destroy the world of men. Who is it? Just tie him up and leave him. No! You know the way to Mordor. There will be no dawn for men. He is not coming back. يوم الاثنين تشاهدوا على قناة وعد الجزء الثالث من Lord of the Rings The Return of the King. There is an army bred for a single purpose to destroy the world of men. Who is it? Just tie him up and leave him. No! You know the way to Mordor. There will be no dawn for men. Yes. Time has come to select one courageous. يوم الثلاثاء عندكم موعد مع فيلم لنجمتنا هالأسبوع في فقرة Light On جينيفر لورنس وهو الجزء الأول من The Hunger Games. في سهرية الأربعاء توم هانكس راح ياخذنا في رحلة خطيرة وقصة مشوقة في كابتن فيليبس. Everything okay? I don't like the look of that. Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? سهرية الخميس موعد مع الرعب والإثارة وفيلمنا هالأسبوع تتفرجوا أيضاً في سهرية الخميس على الجزء الثالث من فيلم الرعب أنسايدوس أنسايدوس شابتر 3 You have to be very careful If you call out to one of the dead All of them can hear you Oh, bring her back I'll be waiting in the dark when the pain finally kills you. No! Tiptoe through the tulips. I'm hallucinating. I've got some bad news. تتفرجوا يوم الجمعة على فيلم 28 Days Later. It's obviously a bad idea. We have to leave now. More will be coming. They always do. They're dead. And you're gonna be next. في سهرية الجمعة موعدكم أيضا مع النجم العالمي كيانو ريفز في فيلم الرعب كنوك كنوك Knock knock, who's there? Cheating Evan. Cheating Evan who? Cheating eventually gets you killed. Bad boy. Your family are victims of your perverted behavior. What are you supposed to do?